الشوال ولا من تطوان. اذا كاين واحد التعبئه شامله الى نهار ما المنظمه الاعلاميه تكون كندعو الجماهير حج من الملعب بكثره باش تشجع هذه الكره الافريقيه وباش يكون عندنا حظوظ قويه للترشيح ديالنا لكاس العالم، لان كيهمنا انه نشوفوا المدرجات عامره باش يكون عندنا نقطه قويه نسجلوها مع الناس اللي هما مترابطين بينا وكيقيدوا الاخطاء ديالنا. وشنو الاخطاء؟ هو الجماهير ما تجيش الملعب، اذا كنقولوا الجماهير تجي الملعب. وشكرا.